فنصيحة مني لحضراتكم وتحديدا الناس اللي متعوده ان هي الفيديو شوف الفيديو من الاول للاخر لان كل كلمه ليها تمن عشان تفهم طريقه العمل على الموقع تفهم ازاي هتكسب واحد دولار وتفهم ازاي هتكسب عشرة دولار انت لازم تفهم الموقع مش هتسجل عليه يقول لك والنبي وريني الحساب بتاعك عشان ابعت لك فلوس لا لازم تشتغل عشان تجيلك فلوس في حلقه النهارده انا هجيب لكم من الاخر اللي عايز يشتغل يشتغل واللي مش عايز يشتغل ما يشتغلش اللي عايز يقول ربح كتير يقول اللي عايز يقول ربح قليل يقول انا معرفش الكلام ده انا اعرف حاجه واحده بس ان الموقع اللي انا هشرحه لك النهارده انا سحبت منه 25 مره وفي طرق سحب كتير وفي طرق ربح كتير ومناسب للمبتدئين وكمان مناسب للمحترفين انت بشغلك على الموقع تقدر في اليوم الواحد تجيب واحد دولار وانت برضو بشغلك على الموقع تقدر في يوم واحد تجيب خمسة وستة وسبعة وعشرة دولار فانت اللي هتحدد انت هتكسب كام الموقع فيه تقريبا سبع طرق او ست طرق للربح طرق مناسبة للمبتدئين وطرق مناسبة مناسبة للمحترفين، وأنت لو مبتدئ فمع الشغل على الموقع هتبقى من المحترفين وتقدر تكسب في اليوم 10 و15 و20 دولار في اليوم. والموقع كمان يا شباب اللي احنا هنشرحه النهارده، الموقع ده شغال بقاله خمس سنين وبيشتغل عليه أكتر من 2 مليون و400 شخص. أنتم متخيلين المدة؟ يعني مش محتاج أقول لك إن الموقع صادق، خمس سنين الموقع ده شغال، أكتر من خمس سنين كمان. و2 مليون ونص واحد شغالين على الموقع ده وبيكسبوا منه ولحد دلوقتي بيعملوا منه ارباح ممتازه جدا 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 وانا صدقوني زعلان ان انا معرفش الموقع ده من فتره كبيره وسحبت منه اكتر من 25 مره يمكن اللي ظاهر قدامي هم ال25 لكن انا سحبت اكتر من 25 مره وكمان يا شباب من السهل جدا انك تشتغل على الموقع من التليفون يعني مش لازم كمبيوتر يعني من الاخر كده انا جايب لك موقع متقشر انت بس فاضل انك تدخل تكسب عليه وخلاص اشتغل واكسب اشتغل واكسب مفيش مكسب من غير شغل متهيألي مفيش أحسن من كده موقع سهل في أكتر من طريقة للربح في أكتر من طريقة للسحب تقدر تشتغل عليه من الموبايل والمكسب فيه كويس متهيألي مفيش حاجة أكتر من كده أنت محتاجها، فاضل بس زي ما قلت لك إنك تدخل تشتغل وتكسب وتسيبك من أي ناس تحاول تقلل من مجهودك وبتحاول تحبطك، المهم إن أنت تفهم وما تستعجلش على تحقيق الربح، عايز تكتب تعليق تقول أصل الربح قليل اكتب، اعمل اللي أنت عايزه براحتك، أنا ما يخصنيش الكلام ده، أنا يخصني إن أنا أقدم لك موقع صادق حقيقي بيدفع تقدر من الشغل عليه تعمل دخل إضافي ليك. اوعى تكون فاكر انك بين يوم وليله هتصحى النهارده تشتغل على الموقع تلاقي نفسك كل يوم بتكسب 20 30 دولار ما بيحصلش الكلام ده هتبدا في الاول على الاقل حط هدف لنفسك انك تكسب في اليوم واحد دولار بعد كده هتكسب 2 وهتكسب 3 في ناس تقول لك يا ابو ملك ده النت او الانترنت اللي إن انا هدفعه او اللي انا هستهلكه هيبقى اكتر من ال1 دولار وده حقيقي ما فيش اي مشكله ما انت في الاول لازم تتعلم وما فيش مكسب من غير خساره ما مكسب من غير تعب ممكن في الاول تلاقي ان نفقاتك اكتر من ايراداتك لكن مع الوقت هتلاقي اللي انت بتكسبه اكتر بكتير من اللي انت بتدفعه وكمان هيعوض لك كل اللي انت دفعته في الاول او كل الانترنت اللي انت استهلكته في الاول زي ما حضراتكم بتقولوا او زي ما بتكتبوا في التعليقات عشان زي ما شاركت معاكم في التليجرام وقلت في واحد مستقل الربح اللي هو بيقدر يطلعه من الموقع مع ان في شخص تاني على نفس الموقع بيطلع ربح اكتر بس الفرق ان الشخص اللي بيطلع ربح اكتر بدا في الاول يتعلم ويطلع ربح قليل ومع الخبره قدر يعمل شغل اكتر على الموقع وقدر يعمل ربح أكتر على الموقع أما الشخص التاني اللي بيقول لك تعليقات سلبيه واللي مش بيشجعك ده عايز يكسب وهو نايم ما تسمعش كلامه بيقول لك ايه الربح بتاع الموقع ده قليل ايا كان الموقع اللي احنا بنتكلم عليه سواء بتاع النهارده او بتاع اي حاجه تانية. الربح بتاع الموقع قليل ده انا هتعب على الفاضي هو فاكر كده هو شايف ان هو وهو نايم على السرير هيقدر يكسب زي ما هو عايز يكسب في اليوم لكن مش عايز يتعب فما تخليش واحد زي ده يحبطك كسبت النهارده 1 دولار يبقى بكره هتكسب 2 يبقى بعده هتكسب 3 بعده هتكسب 4 5 6 وهكذا لحد ما تحقق الربح من الانترنت كتير منكم ممكن يعتقد الكلمتين دول مالهمش لازمه وممكن اصلا ما يكونش شافهم ومشى الفيديو براحتك عيش انت حر انا المعلومه عندي انا استفاد بيها انا اقدر اطلع من الموقع كل يوم 5 دولار و10 دولار و20 دولار انا راجل عندي خبره انت كمان عشان يكون عندك خبره لازم تتعب ولازم تتعلم ولازم تكسب كل يوم 1 دولار في الاول نص دولار في الاول وبعد كده تكسب بال5 وبال20 وبال30 مش بين يوم وليله زي ما وضحت لحضراتكم ان الموقع سهل جدا انك تشتغل عليه ان الموقع فيه اكتر من طريقه سحب واني سحبت منه اكتر من 25 مره وان فيه اكتر من طريقة للربح من الموقع رابط الموقع هتلاقيه في وصف الفيديو بأكد عليك مرة تانية ياريت ياريت تركز في الفيديو وتفهم ازاي هتشتغل عليه ازاي هتقدر تحقق من واحد دولار في اليوم لحد عشرة و وعشرين دولار في اليوم لانك انت مش اقل من الناس اللي قدرت تحقق ارباح على المواقع اللي احنا بنشرحها فيه اللي بيكسب 2 دولار و5 دولار و10 دولار و100 دولار و200 دولار و50 دولار الناس دي علشان تكسب المبالغ دي تعبت واشتغلت وتعلمت وبقت المبالغ اللي بتكسبها اكتر بكتير من المبالغ او الانترنت اللي هي بتستهلكه علشان تكسب وتشتغل على الموقع الناس فاكره انك لازم تكسب اكتر ما بتصرف حتى وانت لسه بادئ النهارده ده انت يا مؤمن لما بتروح الشغل بتفضل شغال 30 يوم مواصلات واكل وشرب ورايح وجاي وكوه ومش عارف ايه علشان اخر الشهر تاخد مرتبك اللي انت اصلا بتستلف عليه عشان تكمل باقي الشهر فجاي دلوقتي على الكلمتين اللي بيقولهم ابو ملك عشان يعلمك بيهم تكسب تقول اصل مش عارف ايه جاي تعمل ناصح دلوقتي اعمل ناصح في انك تنافس غيرك وتكسب مش تعمل نصح على اللي بيقدم لك المعلومه قبل ما ندخل في الشرح خلينا افكر حضراتكم بالمسابقه اللي احنا متعودين عليها كل فيديو وهي ان احنا بنختار من التعليقات شخص واحد بس بيفوز معانا ب 5 دولار وبيتم اختيار الشخص ده اثناء البث المباشر ولكن علشان حضرتك ما تعتقدش انك بمجرد ما تخش وتكتب تعليق وبتخرج يبقى انت كده اشتركت في المسابقه انا بختار من التعليقات او مش انا اللي بختار من التعليقات الموقع اللي انا دافع فيه اشتراك علشان يتم اختيار التعليقات او فلتره التعليقات للناس اللي عامله الشروط كلها لو انت مع اعتقد ولو نسبة واحد في المية انك ممكن تكسب لمجرد انك كتبت تعليق فاقول لك بكل صراحة مش هتكسب لازم تعمل الشروط كلها وبيتم توزيع الجوائز في بث مباشر وتقدر تشوف ده في البثوث المباشره اللي فاتت. شروط المسابقه يا شباب ان حضرتك تكون مشترك في القناه ومفعل جرس الاشعارات على الكل وعامل لايك للفيديوهات اللي انت بتتفرج عليها وتكون بتتفرج على الفيديو من الاول للاخر يمكن انا دافع اشتراك مخصوص في الموقع ده علشان اعرف مين اللي بيتفرج على الفيديو من الاول للاخر ومين لا ده من اهم شروط المسابقه وكمان انك تعمل شير كتير للفيديو على السوشيال ميديا على الفيسبوك على الانستجرام على واتساب على تليجرام واخر حاجه هتلاقي في وصف في الفيديو ثلاث روابط سوشيال ميديا قناه اليوتيوب الثانيه قناه التليجرام وصفحه الفيسبوك دول الثلاث روابط اللي انت لازم برضو تكون بتتابعني عليهم عشان تضمن ان انت تكون احد الفائزين ان شاء الله هي دي بكل بساطه شروط المسابقه اللي مش هتاخد منك دقيقه واحده انك تعملها طبعا مشاهدتك للفيديو فدي عشان تستفاد قبل ما تكون عشان تشترك في المسابقه اهلا بيكم يا شباب احب افكرك لو انت اول مره بتتفرج على القناه فاحنا هنا على القناه بنقدم لحضرتك شروحات مجانيه للربح من الانترنت شروحات بدون اي راس مال استراتيجيات حقيقيه للربح سواء للمبتدئ او للمحترف فما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل جرس الاشعارات على الكل عشان توصل لك الفيديوهات الجديده اللي احنا بننزلها على القناه انا بحاول قدر الامكان انزل لك فيديو في الاسبوع ولكن لو ما قدرتش على اثنين فيديو في الاسبوع فهيبقى فيديو يوم السبت فقط طبعا عشان توصل للفيديوهات دي فانت هتنزل لتحت كده هتلاقي عند حضرتك هنا قائمه تشغيل باسم مواقع ربح مجانيه فيها كل الشروحات اللي احنا بنقدمها على القناه وعندك هنا البنوك الالكترونيه اللي فيها شرح لكل طرق السحب اللي انت ممكن تحتاجها علشان تسحب ارباحك من الانترنت ومن المواقع اللي احنا بنشرحها. ده الموقع اللي احنا هنتكلم عليه النهارده ودي الطرق اللي انت ممكن تكسب بيها من خلال الموقع واحد اتنين ثلاثة اربعه خمسه سته سبعه 8 طبعا زي ما انتم شايفين الموقع باللغه الروسيه فانت اول خطوه لازم تعملها انك هتيجي عند العلامه دي بتاعه اللغه وتختار اللغه الانجليزيه وكمان عندك اللغه العربيه ولكن انا دايما بحب اشتغل على اللغه الانجليزيه لان اللغه العربيه الترجمه بتاعتها هتكون حرفيه فمش هتبقى واضحه فانا هشتغل معاك على اللغه الانجليزيه ممتاز جدا يا شباب كده بالفعل الموقع اصبح عندي باللغه الانجليزيه ودي الطرق اللي احنا ممكن نكسب من خلالها مشاهدة فيديوهات يوتيوب ويب سايت سيو للويب سايت مهمات وتسكات وعندك هنا كمان مشاهدة اعلانات وعندك هنا حاجة اسمها خطابات وعندك هنا البانر ادفرتايزنج ده لو انت عندك موقع هنشرح كل حاجة بالتفصيل ودي كمان حاجة خاصة بالاعلانات لو انت حابب تعمل اعلان على الموقع كل ده هنشرحه بالتفصيل واخر 24 ساعة 1730 شخص لسه داخلين جداد في الموقع وكمان هوريك اثباتات السحب بتاعتي واثباتات السحب بتاعة الناس اللي شغالة على الموقع في ناس كتير شغالين على الموقع المهم طيب انا هسجل في الموقع اعزائي يا شباب هدوس كده على ساين اب بيقول لحضرتك هنا اكتب اليوزر نيم بتاعك انا هبدا اعمل حساب جديد معاكم على الموقع ممتاز جدا يا شباب انا هنا كتبت اليوزر نيم هنا كتبت الايميل وهنا كمان الباسورد بتاعك طبعا لازم تعمل باسورد قوي بعد ما بتكتب الثلاث بيانات دول هتدوس على تسجيل طيب كويس جدا ان هو ظهر الرساله دي بيقول لي ايه عشان في ناس ممكن تعملها بيقول لي ايه احنا عملنا لك بلوك الاكاونت بتاعك طيب ليه لان حضرتك عملت اكتر من اكونت انا عندي الاكونت الاساسي ويا رب ما يكونوش قفلوا الاكونت الاساسي بتاعي فتعمل بلوك للاكونت ده فانت كده مش هينفع ان انت تعمل اكتر من اكونت اكونت واحد بس فانا هقفل كده ونسجل دخول على الموقع مبدئيا كده بعد التسجيل بتجيلك رساله على الايميل بتطلب من حضرتك انك تفعل الايميل بتاعك تضغط على اللينك علشان تفعل الاكونت بتاعك فانا هقفل بقى كده ونروح للحساب بتاعي طيب يا شباب ممتاز جدا جدا انا كده سجلت دخول على الحساب بتاعي وقلنا السبب في عدم انشاء الحساب الثاني بيقول لي لا انت عملت اكتر من حساب فعملنا للحساب الجديد بلوك طبعا ادي الرصيد بتاعي 32 روبل اللي هو ما يعادل تقريبا نص دولار هو النص دولار من 40 ل 50 روبل تمام يا شباب فانت ال100 روبل بواحد دولار طبعا هشرح لك كل حاجة وهقول لك ازاي تقدر زي ما قلت لك كده تكسب الواحد دولار اللي هم الميت روبل في اليوم وتكسب العشر دولار اللي هم الالف روبل في اليوم وهقول لك كل طرق السحب وهتكون مناسبه للجميع ان شاء الله مبدئيا كده اول حاجه لازم تعملها قبل ما تبدا في الشغل على الموقع لازم تيجي عند الصوره الشخصيه بتاعتك دوس على كلمه السيتنج طيب ليه يا شباب بدوس على كلمه سيتنج زي ما انتم شايفين كده كلمه السيتنج فيها الايميل بتاعك وكمان فيها رقم التليفون بتاعك واللي بيكون مطلوب من حضرتك انك تاكد الايميل وبتاكد رقم التليفون بتكتب رقم تليفونك هنا ويبدا يجيلك كود على رقم التليفون وتاكد رقم التليفون بتاعك عشان في الشغل على الموقع طبعا من هنا بتحدد النوع ذكر ولا انثى وهنا بتكتب تاريخ ميلادك دول مش مهمين قوي ولكن ما فيش مشكله انك تعملهم برضو شيء كويس وبعد كده ما بتخلص بتدوس على سيف نيجي بقى يا شباب لطرق الربح من الموقع ونعرف مع بعض ازاي تقدر تكسب من الموقع ده وركزوا معايا في كل خطوه لان زي ما قلت لك كده هعلمك ازاي تكسب لحد 10 دولار في اليوم اولا عندك هنا كلمه ايرن ماني نقفل ده كله اهو يا شباب دي الطرق او الشغل بتاعك كله على الموقع الايرن ماني دي عشان تكسب من الموقع ادفرتايزر لو عايز تعمل اعلان على الموقع ريفيلر سيستم اللي هو نظام الاحالات البيرسونال المنطقه الشخصيه الخاصه بيك اللي هي برضه من الحساب الشخصي اللي هو البروفايل والسيتنج ومش عارف ايه والاحصائيات وكل حاجه والابريشن هيستوري اللي هو السحبات بتاعتك طيب نيجي الاول عند كلمه ايرن ماني طبعا عندي هنا 32 روبية. عندك حاجه اسمها التاسك والسيرفنج والليترز والتيست واليوتيوب والفي كي انا مش شغال على الفي كي لانها منصه تانية بتحتاج انك تعمل عليها اكونت بتاع فانا شغال على اليوتيوب والتيست والليتر والسيرفنج والتاسك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خلونا الاول نبدا كده بالترتيب ندخل كده على كلمه تاسك او تاسكس اللي هي المهمات يا شباب واللي انا بفضلها بصوا كده يا شباب اول ثلاث مهمات دول اربعة روبل خمسة وعشرين روبل بواحد روبل ثلاث مهمات اهو خمسة وعشرين روبل يعني دي مهمه واحده اهي بربع دولار مش هتاخد منك دقايق وطبعا انت بتقدر تقيم المهمه من النجوم اللي عليها، شايفين النجوم اللي عليها؟ هتلاقي هنا عندك مهمات صغيره، طبعا مش معنى ان ما فيش نجوم يعني المهمه مش حقيقيه وانما لسه ما حدش عملها او اللي عملها ما قيمهاش، لكن هتلاقي عندك مهمات هي متقيمه وناس كتير شغاله عليها، فدي بتخليك زي حافز ان انت برضو كمان تشتغل على المهمه دي، انت في ناس قبل كده اشتغلت وفعلا خدت فلوسها وبتاع، فدي بتحفزك ان انت تشتغل، عندك هنا كمان الفلتر انت عايز ترتبهم حسب ايه؟ حسب السعر ولا حسب التقييم، فانا هختار حسب التقييم، يبدا ارتبهم لي في التقييم اللي متقيم اكتر للي متقيم اقل اهو بدأ يجيب لي كل المهمات اللي فيها تقييم بمعنى ان الناس اللي اشتغلت عليها قبل كده، هتلاقي عندك هنا مهمات ب 4 روبل وب 25 وب 1 روبل وبنص روبل وب 60 من 100 روبل وفي ب 1.5 روبل وهتلاقي عندك مهمات كتير، ممكن كمان ترتبهم عن طريق الاسعار برايس، يبدأ يجيب لك المهمات اللي سعرها غالي جدا، 3000 روبل، 3000 روبل اللي هي 30 دولار، 2000 روبل اللي هي 20 دولار، 800 روبل اللي هي 8 دولار، طبعا انا ما انصحكش ان انت كلسه شخص مبتدئ انك انت تبدأ بالمهمات الكبيره وشايف ان انت بقى عايز تعمل ال 20 و30 دولار في اليوم مش هتعرف بجيبها لك بصراحه مش هتعرف لازم تبدا بالمهمات الصغيره علشان تعرف ازاي تنفذ المهمات لازم تاخد خبره في العمل على المهمات وبعد كده هتلاقي نفسك مباشره المهمات اللي بتلاتي... اللي 3000 روبل او اللي هي 30 دولار و20 دولار دي تقدر تعملها في وقت قياسي جدا تمام يا شباب يبقى انا هرتبها عن طريق الريتنج اللي هو التقييم وانا عندي هنا مهمه يا شباب خاصه باليوتيوب طب ايه المهمه دي اللي هي بواحد روبل ابدا اخش عليها كده يا شباب واشوف المهمه دي بتتكلم عن ايه ممتاز جدا جدا يا شباب ننزل لتحت كده طبعا زي ما انتم شايفين بيقول لك ان الشخص ده 43 شخص اشتغلوا معاه على المهمه معنى كده ان الشخص ده صادق واخد 43 تقييم اربع نجوم من اصل خمسه وبيدفع لك على المهمه دي واحد روبل خاصه بمجال اليوتيوب المهمه دي ما علاقه بيوتيوب دي حاجه ثانيه انا هنا بتكلم معاك في التاسك تمام تمام ننزل بقى كده ونفهم وصف المهمه طبعا الوصف مكتوب بالانجليزي انت ممكن تترجم باللغه العربيه بيقول لك ايه في المهمه دي ومعلش قبل ما نروح لوصف المهمه بصوا كده فوق الراجل ده عمل موافقه يعني قبل المهمه 88378 شخص اتعمل المهمه دي ليه عمل المهمه دي وقبل المهمه ل 88000 شخص 378 طيب وصف المهمه يا شباب بيقول لك الاول اعمل كلير للمتصفح بتاعك او حتى اشتغل من خلال المتصفح الخفي الدول دي اللي هم الثلاث دول لازم يشغلوا في بي ان الدول الثانيه مش محتاج ان هو يشغل في بي ان اهو اذر كانتريز دونت نيد روح لنسخه الموبايل في اليوتيوب قول لي واتش ذا فيديو وبعد كده خد الفيديو ده اهو رابط الفيديو ده على فكره ممكن اعمل المهمه من الكمبيوتر يعني ادي حددت كده رابط الفيديو واضغط على كلمه جو كده انا فتحت النسخه بتاعة الموبايل، يعني اكنّي فتحت الكمبيوتر من الموبايل، تمام؟ أعمل إيه بقى؟ ابدأ بالبحث عن كلمة من الكلمات دي، اللي هو الكلمة دي أو الكلمة دي أو الكلمة دي، فأبدأ آخد الكلمة الأولى دي مثلاً كده كوبي، وأروح لي اليوتيوب اللي أنا فتحته أكني فاتح من الموبايل، وأعمل كده سيرش، وأكتب البحث هنا شباب الكلمة، وأدوس على إنتر. جاب لي عدة نتائج بحث، أند ذا كيرو تايم شانل طب ايه هي كيرو تايم شانل؟ مديك صوره اهي ممكن تقوم فاتح الصوره كده عشان تعرف القناه ادي يا شباب القناه اللي هو عايزني اروح لها ابدا افتح كده الصفحه واختار القناه اللي هي دي كده هي دي القناه اللي هو عايزني ادخل عليها بيقول لي ايه بقى؟ شوف من ثلاث لاربع فيديوهات كل فيديو لمده دقيقه اهو شوف من 3 ل فيديوهات كل فيديو لمده دقيقه اضغط على الاعلان على الفيديو واستنى لما صفحه الاعلان تكمل وانتظر فيه ما تقفلوش يعني استنى فيه دقيقه ما تقفلوش قيم الفيديو باللايك او بالديسلايك ايا كان اكتب كومنت واترك الفيديو يعني سيب القناه بقى اخرج منها بالضغط على فيديو اخر في اليوتيوب يعني انت هتعمل ايه في المهمه دي بالظبط ادي القناه قدامك عندك ادي واحد 2 3 هتبدا تتفرج على الفيديوهات دي او البثوث المباشره دي كل بث مباشر لمده دقيقه واحده متوسط دقيقه واحده تمام بعد كده هتضغط على الاعلان او اول اعلان هيظهر لك في اول فيديو سواء البث المباشر او الفيديو هتضغط على الاعلان وتستنى في صفحه الاعلان لمده دقيقه ادي القناه قدامك عندك هنا فيديوهات ادي واحد 2 3 وليكن مثلا انت هتضغط على اول فيديو انت المفروض هتتفرج من ثلاث اربع فيديوهات اهو واحد 2 3 فانت هتعمل ايه بقى من الموبايل هتفتح اول فيديو وهتبدا تتفرج على الفيديو ده لمده دقيقه وانت بتفتح الفيديو عادي على اليوتيوب هتلاقي فيه اعلان ظهر لك على الفيديو طبعا ما فيش اعلان ظهر لي لان انا مشغل مانع الاعلانات فانت هتلاقي فيه اعلان زهر على الفيديو هتبدا كليك على الاعلان على صفحه الاعلان هيفتح معاك صفحة الإعلان أو صفحة المعلن هتقعد فيها دقيقة بعدها هتقفل صفحة المعلن وتتفرج على الفيديوين التانيين اللي هو بيقول لك عليه بعدها هتخرج من القناة بإنك تدوس على رابط فيديو تاني ولكن مثلا الفيديو ده وخلاص على كده شكرا أنت خلصت المهمة بتاعتك أو نرجع نشوف يمكن في حاجات تانية مفيش حاجات تانية خلاص هو ده اللي انت بتعمله بعد كده روح للفيديوهات هو بيقول لك روح للفيديوهات الثانيه بعد ما تخلص روح للفيديوهات الثانيه واتفرج برضو على اول اعلان ظهر اه واتش اذر فيديو اند ادفرتايزمنت اعلان لكن يعني انت تضغط على اول اعلان بس بيظهر لك لكن باقي الاعلانات انت بتشوفها عادي في الفيديو طيب ازاي بقى اثبت ان انا عملت المهمه دي زي ما كنا بنشرح في موقع المهمات ازاي اثبت ان انا عملت المهمه دي هتجيب له اللينك بتاع الثلاث او اربع فيديوهات لينك الفيديو الاول لينك الثاني لينك الثالث اللي هم الثلاث فيديوهات اللي انت شفتهم او الاربع فيديوهات اللي انت شفتهم حاجة لينك صفحة الإعلان والانتقالات بتاعتك، يعني إيه الانتقالات بتاعتك يا شباب اللي هي الترنزيشن. يعني أنت دخلت على صفحة المعلن، دخلت على الصفحة دي بتاعت كونتاكت أس مثلا، دخلت على الصفحة دي بتاعت الهوم، دخلت على صفحة الأباوت، ال هات رابط الانتقالات اللي أنت دخلت بيه على صفحة المعلن، وبعد كده خد سكرين شوت من سجل المتصفح بتاعك اللي بيبان فيه صفحة المعلن واللي بيبان فيه الفيديوهات ما يثبت إن أنت فعلا عملت الخطوات بتاعة المهمة دي، طيب عملت كل ده هتبعت المهمة إزاي؟ هدوس على كلمة جيت ستارتد، طبعا بيقول لك قدامك واحد ساعه تنفس فيها المهمه دي انت المهم مش تاخد منك خمس دقايق لكن هو بيقول لك انت قدامك واحد ساعه تنفذ المهمه دي هدوس كده على جيت ستارتد هيبدا يفتح معايا الفيديوهات بتاعة يوتيوب بقى وابدا اعمل المهمات زي ما احنا ايه متعودين او احنا دخلنا عليها بعد كده زي ما حضراتكم شايفين هتبدا تكتب هنا اللينكات اللي هو طالبها منك اللي هو لينك الفيديوهات ولينك صفحه الاعلان ومش عارف ايه وعشان تاخد السكرين شوت بتاعت المتصفح بتاعك سجل التصفح بتاعك او سجل المشاهده بتاعتك على يوتيوب هتدوس على تشوز فايل وتبدا تختار الصوره السكرين شوت اللي انت خدتها لسجل التصفح بتاعك وبعد كده بتدوس على تاكيد هنا علشان تبعت المهمه بتاعتك قدامك ساعه تعمل فيها المهمه انا هقفل كده وهقول لك كلمتين قبل ما اكمل المهمات بعضكم دلوقتي هيقول ايه كل ده علشان واحد روبل اللي هو تقريبا علشان واحد سنت انا بقول لك موضوع بكل صراحه انا بقولك بكل صراحة انت لو ما تعلمتش ازاي تكسب واحد سنت والله ما هتتعلم ازاي تكسب مليون سنت لو ما عرفتش ازاي تكسب الواحد سنت مش هتعرف تكسب الميت سنت والمتين سنت وال300 سنت لازم تتعب لازم تتعلم والله الموقع ده من اصدق المواقع للشغل من اصدق المواقع انا مش شغال عليه ولا بشرحه لك هباء في واحد يقول لي ما انت بتشرحه علشان الاحالات طيب بالراحة بالراحة هو ربح الاحالات ده عبارة عن ايه ان حضرتك بتسجل من خلالي وبتكسب فانا كمان بكسب ايه العيب في كده ايه المشكلة في كده ما هو انا عشان اكسب من الاحالات يبقى حضرتك كمان هتكون كسبت من الموقع انت ما كسبتش من الموقع انا مش هكسب يبقى إيه ملوش لازم ان انا اشرح الموقع فانا لما بشرح لك موقع انا بكسب منه وبشتغل عليه فالموقع صادق فانت هتكسب منه فايه المانع ان الشخص اللي اداك المعلومه وعرفك ازاي تكسب واحد دولار ولا عشرة دولار ان هو كمان يكسب انت مش هتدفع له حاجه الموقع هو اللي بيدفع انا فقط شخص علمتك ازاي تكسب فايه المشكله في كده ايه العيب في كده فكون ان انت شايف ان انا بشرح عشان الاحالات فانت مش فاهم اصلا يعني ايه ربح من الانترنت انت شخص كده بتحقد على غيرك عايز النجاح وعايز الربح ليك انت انت بتتفرج على محتوى مجاني وبتتعلم بشكل مجاني محتاج بس انك تخش انك تدخل وتشتغل انت بقى بتسيب كل ده وتقعد تبص على حاجات ملهاش اي 30 لازمه لكن انت لو ركزت في شغلك هتكسب بدل الواحد دولار 100 دولار و200 دولار ادي مهمه من المهمات نفس القصه بالنسبه لباقي المهمات يا شباب بتخش على كل المهمات سواء بقى يوتيوب سواء موقع تاني سواء مش عارف ايه بيقول لك كده الخطوات دي ادخل هنا دوس هنا اشرح هنا اعمل هنا وبعد كده حضرتك بتاخد الاثباتات دي وتبعتها له بالطريقه اللي انا شرحتها لك ده الخاص بالتاسك هتلاقي عندك مهمات كتيره جدا عندنا كم مهمه هنا يا شباب عندك 3910 مهمه 3910 مهمه يعني انا مش عايز اقول لك انت لو فرغت نفسك للموقع ده انت هتعمل منه دخل ممتاز 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 عندنا ايه تاني عندنا السيرفنج السيرفنج يا شباب وهو زي مشاهده الاعلانات يعني ايه يعني كل اللي مطلوب منك ادي شويه اعلانات قدامك ده مش شويه لا ده كتير جدا 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 فكل اللي مطلوب منك انك بتيجي كده وتدوس على الاعلان وبعد كده تدوس على كلمه ستارت ووتش بيقول لك اصبر 20 ثانيه في الصفحه اهو يا شباب بيعد معاك 20 ثانيه ال 20 ثانيه خلصوا خلاص هتيجي هنا وتدوس كده كده انت خدت المهمه بتاعتك خلاص اللي 17 مش عارف ايه كام روبل تمام ونقفل ده بعديه نفس القصه اهو انت خدت المكسب ده ندوس هنا ستارت واتشنج وتبدا تنتظر ال 15 ثانيه خلصت ال 15 ثانيه ابدا ادوس على الكلمه دي اللي هي بالروسي هيقول لي انت خدت المكسب بتاعك عد بقى مع نفسك انت كل المهمات دي وخلصها جمع منهم روبل اتنين ما بتخلص بتتجدد بتتجدد مش بتخلص مستمره على طول هتطلع بقى فوق ونروح عند الطريقه الثالثه للربح وهي الليترز الليترز دي بقى يا شباب ركزوا معايا فيها الموضوع برضه سهل جدا 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 الليترز دي كل اللي انت هتعمله هتدوس عليها كده وستارت ريدنج دي ستارت ووتش دي ستارت ريدنج لمده 20 ثانيه هدوس كده على ستارت ريدنج ممتاز جدا يا شباب فتحت معايا الليتر دي نترجم بقى كده عشان نفهم احنا هنقرا ايه او ايه الاجراءات اللي احنا هنعملها ترجم كده للعربي ممتاز جدا اقرا الرساله بعنايه واجب عن سؤال الامان عن طريق اختيار احد خيارات الاجابه المقترحه انك تختار حاجه من الاختيارات دي اذا اجبت بشكل غير صحيح فلن يكون البريد الالكتروني اللي هو الليترز دي متاح لك لمده 24 ساعه تصفح الموقع المعلن عنه حتى حتى ينتهي الوقت قم بتاكيد المشاهده عن طريق تحديد المجموعه المناسبه من الصور انا اعمل ايه مساء الخير هل تتساءل لماذا ارباحك منخفضه جدا مش عارف ايه الامر بسيط جدا انت تعمل بدون محيل ولا تتلقى التراجع مما يتحول الى خسائر كبيره ولكن هناك حل انضم الى فريقي وستتلقى استرداد تلقائيا بنسبه 90% مدى الحياه سيعطيك هذه فرصه حقيقيه لكسب المزيد من خلال عروض الروابط المدفوعه على الموقع والمشاركه في المكافئات والمسابقات دخلك وتصنيفك يعتمدان عليك انقر فوق زر كن إحالة على صفحتي وابدأ في كسب المزيد فالإجابة هنا إيه يا شباب ما الذي يجب القيام به لزيادة الأرباح اختار الإجابة الصحيحة هتقول إيه انضم إلى فريق كده أنت فتحت الصفحة الصحيحة أهو بالطريقة دي هتستنى الكام ثانية دول الوقت خلص يا شباب وتحرك بقى الشريط ده كده أهو وتضغط على كلمة ارسل وكده انت رجعت لي الليترز وعملتها لو ترجمنا كده للانجليزي مره تانية عشان زي ما قلت العربي ما بقاش كويس ترانسليت اهو كده احنا خدنا المبلغ ده من الروبل وعندك بعد كده بقى اكتر من لتر تاني يبقى احنا شرحنا التاسك شرحنا السيرفنج شرحنا اللتر عندك بعد كده التست. التست دي عباره عن ايه يا شباب ووك ذا سايت ووكينج ثرو ذا سايت يعني ايه يا شباب نفتح كده مع بعض اول واحده جو تو ذا تيست اكسكيوشن فتح معايا حاجه زي المهمه زي التاسكات ايه المطلوب بقى مني هنا ووك ذا سايت افتح اللينك ده كده, كده واضغط عليه زي ما انتم شايفين كده فتحت السايت نرجع كده وننزل لتحت وجاوب بقى على الاسئله دي answer the test question ده test انت فتحت موقع بيقول لك ايه ايه هو اسم الويب سايت اسم الويب سايت هاي تريب انا مش شايف اي اجابه من دول في كي يوتيوب تي في يعني انا مش شايف اي اجابه منهم طيب وات از ذا ار بلوك توبكس ايه المواضيع اللي موجوده في المقالات فيديو سوشيال ميديا انترناشونال نيوز انترناشونال نيوز اللي هي اخبار عالميه عن السياحه ومش عارف ايه طيب وات از ذا باك جراوند اوف ذا بلوج ريد بلاك بلو الباك جراوند ايه ريد بلاك بلو بلو سند ريبورت تريس. طب عشان ما جاوبش غلط هترجم كده بيقول لي ايه اقرا واتبع تعليمات الاختبار بعنايه اجب عن الاسئله في الاختبار بتسلسل تذكر ان جميع الاجابات يجب ان تكون صحيحه اذا حاولت تخمين الاجابات حسابك هيتحظر لو حاولت تخمين الاجابات حسابك هيتحظر بيقول لي انت فشلت في هذا الاختبار لم تتم الاجابه على جميع الاسئله بشكل صحيح لان انا مشيت بصراحه الاسم بتاعه فالموضوع رخم شويه طبعا اوعى تدوس ارسال شكوى الى المشرفين لو انت عملت اي بتنجان يعني لو دوست اي حاجه لو انت فعلا جاوبت صح وهو قال لك ان الحساب بتاعك او الاجابه بتاعتك غلط لا اعمل ارسال شكوى الى المشرفين عشان يراجعوا الاجابه بتاعتك طيب عندك بقى ايه اليوتيوب يوتيوب ممتاز جدا جدا الموضوع بقى سهل جدا متهيألي مش محتاج ان انا اشرحه كل اللي عليك هتدوس هنا دوس على كلمه جيت ستارتد هيفتح معاك فيديو في يوتيوب وبيقول لك شغل الفيديو ده لمده 20 ثانيه كل اللي عليك ان انت بتنتظر ان مده الفيديو دي تخلص ال 20 ثانيه دول يخلصوا وبعد كده بترجع للموقع وتاخد المكافاه بتاعتك الموضوع سهل جدا 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 اهو فيديو بسيط جدا على يوتيوب ما فيهوش فيه اي مشكله خلص الفيديو بالشكل ده يا شباب انت خدت القيمه بتاعتك اقفل تلاقي نفسك خدت القيمه بتاعتك طبعا هتلاقي حاجات وقتها اكبر بربح اكتر كده انا شرحت لحضراتكم طريقة التسجيل وطريقة الربح من الموقع وانك لازم تثبت الايميل بتاعك وتثبت الباسورد بتاعك من خلال الاعدادات او السيتنج دلوقتي بقى نيجي نشوف اثباتات السحب للموقع واثباتات السحب بتاعتي وكمان طرق السحب بتاعتك وازاي تسحب الارباح بتاعتك يعني انا هسحب المبلغ ده قدامكم هنضغط كده يا شباب على كلمه بيمنت اللي هي دي يا شباب عشان نشوف مع بعض اثباتات السحب من الموقع اهي يا شباب اثباتات السحب من الموقع دي كلها ناس سحبت من الموقع اللي سحب 35 روبل واللي سحب 61 واللي سحب 106 واللي سحب 135 واللي سحب 159 دي اخر اثباتات سحب النهارده بس اهو ممكن كلمه شمور هتلاقي اللي سحب 500 روبل واللي سحب 110 واللي سحب 21 واللي سحب 16 اعتقد يعني الناس دي كلها مش بتكسب من الهوا لا الناس دي بتشتغل على الموقع أو تكسب فانت ليه ما تكونش واحد منهم دي كلها اثباتات سحب بتاريخ 16 12 انا مسجل الفيديو ده يوم السبت بتاريخ 16 12 يعني انتوا ان شاء الله هتشوفوا فيديو يوم السبت النهارده الفيديو الثاني باذن الله هيكون يوم السبت برده بتاريخ س... بتاريخ بقى كام مش عارف هيكون كام 12 ساعتها هيبقى 23 تقريبا ادي واحد سحب 221 دي كلها طرق السحب طب هسحب ازاي انت عندك البيرو مش عارف عندك ايه تعالوا نشوف طرق السحب ونشوف اثباتات السحب بتاعتي انا كمان هنيجي كده يا شباب عند كلمه او ننزل تحت اسف البيرسونال وندوس على السيتنج ممتاز جدا باكد عليكم مره ثانيه ما تنسوش تاكيد الايميل لما بتعمل حساب وتاكيد رقم التليفون عن طريق الكود من خانه السيتنج مش هتعرف تسحب الا لما تاكد رقم تليفونك طيب نطلع لفوق كده يا شباب وندوس على الفاينانس ممتاز جدا دي طرق السحب من الموقع عندك الويب ماني عندك الاد كاش عندك اليو ماني عندك الباير البيرفكت ماني عندك بنك اكونت ولكن دي خاصه بروسيا بس عندك حاجه اسمها كيو اي دبليو اي ووليت وعندك البيتكوين اللي هي متوفره في كل الدول اللي هي العملات الرقميه اي محفظه بيتكوين فوسيت باي باينانس بايبت اوكي اكس اي محفظه تقدر تستقبل عليها بيتكوين تقدر تسحب بيها ارباحك من الموقع بتحط رقم المحفظه هنا وبتدوس على ريكويست بي اي ان البي اي ان ده رقم بيجي لك على الايميل اللي انت عملت بيه حساب بتجيب الرقم ده بتكتبه في البن البي اي ان كود او البن كود وتدوس على سيف بعد ما بتحط طريقه الدفع بتاعتك انا هنا بسحب على البير لكن انت ممكن تسحب على اي طريقه سحب بيرفكت ماني بير يو كاش ويب ماني. عندك طرق سحب كتير واشهرهم البير والبيتكوين اللي موجودين تقريبا في كل مكان كده انت تقدر تسحب الارباح بتاعتك نيجي بقى يا شباب عند كلمه الاحصائيات دي هتلاقي عندكم يا شباب ادي اثباتات الدفع بتاعتي انا اللي هيقول لي بقى قليله اللي هيقول لي كتيره اللي يقول لي مش عارف ايه انا بشتغل وبكسب على الموقع اللي عايز يصدق يصدق اللي عايز يشتغل يشتغل اللي مش عايز يشتغل ما يشتغلش اهلا يا شباب بعتذر جدا ان انا نسيت وانا بسجل الفيديو ان انا اسحب معاكم ال 30 روبل اللي كانوا موجودين هنا او ال 32 روبل ودلوقتي معايا 80 روبل فانا هدخل على ال 80 روبل دول عشان ابدا اسحب بالشكل ده يا شباب متاحه عندي هنا 80 روبل فانا طبعا بختار طريقه السحب وهي الباير عندك اكتر من طرق سحب زي ما قلنا انا هسحب على الباير اختار كده الباير ممتاز جدا طب انت عايز تسحب الباير يو اس تي ولا روبل زي ما انت عايز بواحدة ما فيش مشكله انا هسحبهم دلوقتي كروبل علشان تشوف بنفسك المبلغ لما يوصل على الحساب فانا كده سحبتهم كروبل وابدا اشد الشريط ده كده لليمين وبعد كده ادوس على باي اوت ممتاز جدا يا شباب تم السحب بنجاح المبلغ ال 80 روبل اتبعته بالفعل على حسابي في الباير نروح كده لحسابي في الباير ونشوف المبلغ اللي وصل لي ممتاز جدا يا شباب زي ما حضراتكم شايفين ادي بالفعل التاريخ النهارده وانا بخلص مونتاج للفيديو 23 ديسمبر بعد ما اتخصم ال5 روبل العموله وصل لي 75 روبل اهو يا شباب 75 روبل وانا عندي متاح حاليا في الحساب نرجع كده هتشوفوا ننزل لتحت كده عندي كام يا شباب عندي 7739 روبل يعني 77 دولار و39 سنت انت كمان تقدر تكسب المبلغ ده واكتر منه لو اشتغلت بنفس الطريقة اللي انا قلتها لك في الفيديو انا بكسب وبشتغل على موقع صادق ده اللي انا اقدر اقوله بكل صراحة اللي عايز يشتغل او اللي عايز يكسب يشتغل مفيش مكسب من غير شغل كده انا قدمت لكم كل حاجة في الموقع رابط الموقع هتلاقوه ان شاء الله في وصف الفيديو لو عندك اي سؤال سيبوه في التعليقات ما تنسوش المسابقة اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو بأكد عليكم مرة تانية ما تسيبوش الناس تحبطكم ما تسيبوش الناس تحبتكم شوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته